منحبش نحكي لكم على الكياسات الفارغة والديار المهجورة، منحبش نحكي لكم على السبيطارات اللي تملى وتفرغ وطايح فيها أكثر من واقف، منحبش نحكي لكم حكاية طفل راسو صحيح مرض ومرض والديه والناس اللي دايرين بيه، منحبش نحكي لكم حكاية بلاد عايشة في أزمة، منحبش. أما تعرف على شنو نحب نحكي لكم؟ نحب نحكي لكم على ملحة شعبية، نحب نحكي لكم على أهلنا الواعين، نحب نحكي لكم على ناس قاومت الأزمة بانضباط والتزام، نحب نحكي لكم على الناس اللي خدمت وضحات من أجل الناس اللي قعدت في الدار، الدار، نحب نحكي لكم على اللمة في الدار، على اللعب اللي لعبناه، على الضحك اللي بالدموع، على العجة اللي طيبها بابا وقالنا هذه بايلة، نحب نحكي لكم على أول نهارات بعد الحجر، أول تسليمة على الأحباب والأصحاب، على أول خرجة وأول تبحيرة وأول قهوة مع العشيرة، نحب نحكي لكم على قصة نهايتها سعيدة، نحب نحكي لكم على تونس، على تونس تنتصر. اش قولك في سيناريو؟ STB, engagés, nous continuons à travailler pour une Tunisie solidaire.